السلام عليكم شباب في سؤال دايما نسمع فيه ودي ما يتكرر قدامي من الشباب بصفه عامه هو لأي واحد لما يجيب يبدا تمرين يسألني قداش نتغير قداش الوقت اللي نبيه باش يتغير جسمي قبل كل شيء ضروري تحط حكمه الله سبحانه وتعالى قدامك ان الله سبحانه وتعالى اللي قادر انه يخلق اي شيء في رمشه عين هو خلق الدنيا في ستة أيام هذه الأولى تاني شيء يعني ضروري أنت بتعطي لي روحك وقت لأن مش من المنطق أن أنت مثلا كنت هامل روحك ما كنتش تتمرن مخزن دهون وتجي في فترة يعني تبي في فترة قصيرة أن أنت يتغير جسمك أوكي في ناس مساعدتهم بنيتهم والجينات متاعهم لكن هذا ما نقدرش نحطه إحنا عذر انت تبدا تتوكل على ربي وبعدين مع الوقت باذن الله حيتغير جسمك حيتغير سواء الناس اللي تبي تزيد يعني تزيد جسمها كعضلات او تبي تنقص او تبي تنقص وتزيد في نفس الوقت هذا كله ماهوش مستحيل ما دام في انسان داره حتى انت تقدر تديره الفرق الوحيد بين اللي قدر يدير وبين الشخص اللي ما يدير مساله الصبر والعزيمه يعني انت في ناس قاعدة تحاول لين وصلت ما قاعدتش تحسب في الوقت أنا نبي يعني فترة معينة فأنت في الأخير بكل ديما ما تفكر أنت مسؤول على المحاولة مش مسؤول على النتيجة توكلوا على الله بإذن الله حتوصلوا للهدف متاعكم بالتوفيق إن شاء الله